السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مثال بسيط على الشغل في الريفت الإنشائي، وهتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط وممكن تخلص بناية أو في يعني في 10 دقايق. خلينا نبص كده سريعا. موديل نيو، هختار إن أنا عايز أبدأ مشروع وهختار تمبليت ستراكشر. طيب بيقولك عايز تفتحه كبروجكت ولا بروجكت تمبليت؟ بروجكت يعني مشروع حقيقي وهتشتغل عليه. البروجكت تمبليت بيبقى بتعمل الاعدادات بحيث المشروع التاني جاي بعد كده. فالبروجكت تمبليت بتقعد تظبط الكتابات والدايمنشن وشكل الاسهم والحاجات دي كلها. طيب اقول له انا عايز كبروجكت. ميزه الشغل في التمبليت بتبقى فيه اعدادات كتيره جاهزه. طيب هكبر شويه البروجكت براوزر، وده مهم جدا عشان تبقى عارف فين الليفلات بتاعتك. هدخل هنا في الالفيشن، هلاقي فيه ليفل 1 وليفل 2. هقول له انا عايز ازود ليفل كمان زي بقى ما انت عايز. يعني ممكن ليفل 1 ده سميه جراوند، ممكن ده سميه مثلا البيزمنت. بيقول عايز الاسم دوت، لما تغيره اتغير في كله، اتغير هنا بس. اقول له خليه يتغير في كله. طيب هفتح بقى البيزمنت وهقول له انا عايز ابدا اول حاجه اعملها ان انا ارسم الجريد. رسمت اول جريد، عايز ارسم التاني، فممكن تقول له انا عايز ارسم جريد كمان تاني، او تاخد كوبي تقول له انا عايز ده كده كوبي. هتلاقي عندك مالتيبل، يبقى تسحب اكتر من مره. كونسترين معناها ان انت مش هترسم بزوايا، لا ده انت افقي لا مراسي لما تيجي تسحب الحاجه. فممكن تقول له انا عايز مثلا ده 3 متر وده 4 متر مثلا وده 5 وهكذا. لاحظ ان هو اوتوماتيك بيبدا يعدل الارقام اوتوماتيك. لو انت شغال في اي نظام تاني لا، هتضطر ان انت تعملهم واحده واحده. ده هيبقى الايه. طيب ممكن استخدم بقى امر الري، احنا عايزين نتعرف على اخطر قدر من الاوامر. واقول له ده 5 واقول له من اول لثاني واحده، ده الاول وده التاني، تعاملوا بالشكل دوت. تمام، وده معمول جروب، فاقول له ان جروب فك الجروب. تمام اهو فلتر، انا عايز الجروب، انا خدت الجريد. طيب خلينا فلتر، انا جروب. طيب دلوقتي انا عايز ارسم الحوايط، فهقول له استراكشر واقول له ان انا عايز ارسم وول استراكشر، وخلينا نختار الريتيننج. ممكن تقول له انا عايز ارسم مدخل المستطيل. خلي بالك هو يرسم فين ال 2 متر، انا عايز لحد ليفل 1. طيب عايز اعمل الفاونديشن بتاعه، فهروح للاستراكشر واقول له فاونديشن وول اهوت، ودوس تاب عشان يعملهم كله مره واحده، عمل لك الفاونديشن كله في خلال دقيقه او دقيقتين. بدات المشروع بتاعك يظهر، فهقول له انا عايز احط الكولوم، وخلي بالي ان الكولوم برضو اقول له بالهاي واقول له لحد ليفل 1. طيب الاعمدة هختار مثلا الكونكريت دلوقتي، اد جريد، واروح معلم على دول كده. تمام، وانا معلم على تاج امبليسمنت عشان يحط لي الاسامي كمان. اقول له فينيش. طيب عايز احط الفاونديشن بتاعتهم، فاروح للاستراكشر واقول له انا عايز الايزوليت الفاونديشن ايزوليت اهو، اد جريد، واروح معلم على الجريد فينش. بص بقى على الشغل في 3 دي في ثواني اتعمل. وتقدر تشتغل على 3 دي على فكره، مفيش اي مشكله خالص. طيب لو انت عايز تحط فلور مثلا، ممكن تقول له انا عايز احطها باي وول، يعني هعمل كليك على الوول ولو تتابع اعلانهم كله مره واحده. تمام، ومن السامين دول تشوف انت عايز تحطهم جوه ولا بره. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اشدد بالشكل دوت. طيب عايز انت تحط بيم، فهتقول له بيم. تمام، الريفرنس ليفل بتاعك هيبقى ايه؟ هيبقى مثلا ليفل 1. واقول له 3 دي سناب من هنا لهنا لهنا.
ممكن تاخدها لينا على طول لو انت حابب. وهكذا تقدر تحط بقى ايه القمرات بتاعتك زي ما انت عايز.